هذا يسأل عن حكم شحن الجوالات من الحرم، شحن الجوالات من كهرباء الحرم. الأصل إن هذا لا يجوز، لأن كهرباء الحرم وقف، لا يجوز لك تستخدم الوقف لحاجتك الخاصة. كهرباء الحرم ما وقفت على الجوالات، وإنما هي موقوفة للإضاءة، للإضاءة للمسلمين. وإذا سمح لهذا يعبي وذا يعبي وذا يعبي، أخذوا طاقة كهربائية كثيرة. فإذا أردت تعبي الجوال تخرج إلى بيتك أو إلى منزلك أو إلى محل وتعبيه، ولو بالآجار، ولا تعبيه من الحرم.